السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك سيد رائد. يعني سيد رائد العيون اليوم جميعها يعني على الولايات المتحدة الأمريكية لترقب المناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجو بايدن. برأيك كيف ستؤثر هذه المناظرة اليوم في تفاعل الأسواق؟ يعني بشكل مهم جدا قد تكون هذه الانتخابات الرئاسية يعني الأبرز في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تكتنف العديد من القضايا السياسية الشائكة. ترامب في حال فشله بالنجاح ممكن هو نفسه أن يكون معرض للمساءلات القانونية إذا نجح بايدن. هذا الموضوع حساس جدا، وكلاهما يعني سوف يكون لديهما مناظرة حادة فيما يتعلق بموضوع قضايا رئيسية من بين فيروس كورونا وطريقة تعامل إدارة ترامب مع هذه المشكلة. بايدن مشجع كبير للطاقة البديلة ومشجع أيضا لتعزيز البنية التحتية، وسوف ينتقد بشدة ترامب فيما يرتبط بتعامله مع كوفيد 19 وأن قطاع الصحة ضعيف نوعا ما في الولايات المتحدة الأمريكية وغير كافي للتعامل مع هذه الأزمة أو هذه الجائحة. في نقطة إضافية أيضا، بايدن يشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على حساب ترامب الذي يشجع ممكن أن يؤثر أكثر اقتصاديا وأن يكون له يعني تأثير إيجابي على الأسواق الأمريكية، ولكن القطاع للشركات الكبيرة بشكل أكبر وبالمقارنة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي سوف تتضرر بشكل كبير يعني إذا ما استمر ترامب، وهي أساسا متضررة في ظل الجائحة في الفترة الحالية. لذلك أعتقد الحديث سيكون أكثر سياسي وسيسبب volatility بشكل أكبر. نرى السنتمنت أو العينات الأولية للأصوات تشير إلى تقدم بايدن حتى الآن. هذا يعتبر انطلاقة الانتخابات بشكل رسمي، وننتظر ثلاث مناظرات قادمة، وأيضا سوف يكون مناظرة ما بين الفايس بريزيدنت أو النواب الرؤساء لبايدن وترامب. نعم، أيضا هناك ترقب لحزمة تحفيز جديدة في الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد، ننتظر جائحة كورونا. ما الجديد في هذا التوقع؟ يعني هذه الحزمة كانت مهمة جدا وتتلقفها الأسواق بشكل كبير جدا، تنتظر أي أحداث. أعتقد المقاربة الإيجابية التي حدثت ما بين رئيس مجلس النواب وأيضا في وزير الخزانة الأمريكية أشارت إلى إمكانية إيجابية الخروج بهذه الخطة مع تخفيض من 3.4 إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي تحتاجها الأسواق الأمريكية ويحتاجها يعني قطاع المستهلكين نوعا ما لحتى ترفع عنا بعض المعنويات في الأسواق وتنتظرها لتحسن الطلب إجمالا. وهذه الخطة أعتقد قريبة التحقق، وتأثيراتها كفيسكال بوليسي أو كسياسة مالية مهمة جدا على الأسواق، ولكن الأكثر تحسسا لها سوف يكون الدولار الأمريكي الذي قد ينخفض أكثر إذا ما كان لدي هذه الخطة تم تمريرها وتنفيذها في الوقت القريب. نعم، ننتقل إلى الاتحاد الأوروبي. ما آخر تطورات البريكزيت هناك؟ البريكزيت يعني في عنا بعض الآثار الأخبار الإيجابية التي صرح بها رئيس يعني المفاوضات من الطرف الأوروبي فيما يتعلق بالبريكزيت بأنه ممكن أن يكون هناك اتفاق تجاري. هذا نوعا ما أعطى أريحية، ساعد في ارتفاعات يوم أمس على الباوند الواضحة جدا والتي تمكن من العودة إلى قرابة المستويات 1.28، وممكن جدا أن يكون هناك آثار أو انفراجة إيجابية أمام الباوند في الفترة القادمة نتيجة هذه الإيجابية وابتعاد سيناريو الخروج غير المنظم أو خروج دون اتفاق للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. هذا أعتقد أعطى روح معنوية إيجابية، ولكن تأثير البريكزيت بالإضافة إلى الكوفيد 19 سلبي بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي البريطاني، حتى صار في عندنا مصطلح اسمه البروفيت، وهو يعني كوفيد 19 وبريكزيت مع بعض تأثيرهم سلبي على الأسواق البريطانية. ممكن أن يكون الأثار سلبية من الكوفيد أكثر بكثير من أي مفاوضات أو حديث عن المفاوضات بما يرتبط بالبريكزيت. نعم، سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.